بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع بحثي: بناء الشخصية المسلمة في زمن الغيبة، فلسفة الانتظار مثالا. الانتظار هو التوقع الدائم لتنفيذ الغرض الإلهي الكبير وحصول اليوم الموعود الذي تعيش فيه البشرية، العدل الكامل بقيادة وإشراف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحكومة الإمام المهدي قبل كل شيء تتطلب توفر العناصر الإنسانية على صعيد القيم لتتمكن من النهوض بأعباء الإصلاحات الكبيرة في المجتمع، وهذا ما يقتضي في بادئ الأمر بناء شخصية الفرد بجوانبها المتعددة. بقيت التعاضد لتطبيق مشروع البناء المهدوي العظيم الذي تنتظره البشرية أجمع، فقصر النظر وضيق الأفق المعرفية والضحالة الفكرية والفرقة والضعف، ومن ثم كافة أشكال النفاق والتشتت والضياع لا تنسجم مع مكانة المنتظر الحقيقي والهدف الذي يريد أن يصل إليه في ظل دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لذا يلزم على الفرد أن تكون عنده الرؤية الكاملة حول كيفية بناء شخصيته وتطويرها في عصر الغيبة، ليكون منتظرا حقيقيا يصل إلى مرتبة قريبة من الإمام المهدي المنتظر. وخاصة إن ساعة الظهور هي أمر غيبي حجب عنا، فلا يعلم ساعة الظهور إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا ندري هل ستحل هذه الساعة بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، أو ربما دهر. لذا على المسلم أن يكون مستعداً للحظة الظهور. وعليه فهناك أبعاد كثيرة لها أثر في بناء شخصية الفرد، نذكر بعضاً منها بإيجاز، ونبتدئ بالبعد العقائدي. يتحقق هذا البعد بالإيمان الصحيح وبالعقيدة السليمة للفرد. إضافة إلى عدة أمور ترتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أبرزها معرفة الإمام المهدي والإيمان بإمامته والقيام بمهامها في غيبته، ومعرفة طبيعة دوره التاريخي وأبعاده والواجبات التي تضمنها ودور المؤمنين تجاهه. فتعد هذه الأمور مهمة في عصر الغيبة. والاعتقاد المطلوب في عصر الغيبة هو الاعتقاد العملي، فالاعتقاد العملي هو المطلوب تجسيده في نفس المؤمن للاعتقاد السطحي الذي لا يتجاوز أثره اللسان. إذ أن الاعتقاد العملي ينتج عنه نوعين من الأعمال العظيمة، تتمثل هذه الأعمال، أو أول هذه الأعمال يتمثل بالامتناع عن كافة أشكال الظلم والفساد إلى درجة مقاومتها من جانب، ومن جانب آخر تزكية النفس وتوظيف الاستعدادات الجسمية والروحية والمادية. فالإنسان الذي يؤمن بفلسفة الانتظار ولديه يقين بوجود الإمام المهدي وكونه ناظراً إلى أعمالنا وسلوكنا وإلى كافة خطواتنا، فإنه يكون على صلة قلبية وروحية مع الإمام المهدي المنتظر. وهذا الارتباط بين المؤمن وإمام زمانه يشكل ركيزة أساسية لها دور في بلورة شخصيته. وإضافة أو إلى جانب البعد العقائدي وما له من الأهمية في بناء شخصية الفرد المسلم في زمن الغيبة، يأتي البعد النفسي الذي لا يقل أهمية عن البعد العقائدي في عملية بناء شخصية الفرد وتطويره. فالتغيير والتكوين النفسي للفرد هو الأساس في بناء الأمة، فقد جاء في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبين لنا القرآن الكريم مسألة مهمة تعد من أهم المسائل الاجتماعية في الإسلام،
إذ يؤكد لنا أن أي تغيير خارجي للأمم مرتبط بالتغيير الداخلي لها، وأي نجاح أو فشل يصيب الأمة فهو ناشئ من هذا الأمر. وعليه فتعزيز البناء المعنوي والنفسي لدى المؤمن أمر في غاية الأهمية، إضافة لما له من دور كما ذكرنا في بناء الأمة. فإن ذلك من شأنه أيضاً يخلق الأمل والطموح لدى المؤمنين، ويهون لديهم المصاعب والمعضلات، وكذلك يزيل همومهم وآلامهم. لذلك فإن المؤمنين الصادقين لم يعرفوا الهزيمة والانكسار المعنوي في صراعهم مع أهل الباطل والكفر والعدوان والإلحاد. فما دام هناك في هذا العالم إمام، لابد من أن يظهر ويأخذ بثأر ومظلومية كل المظلومين على امتداد التاريخ. وهذا الجو النفسي المطلوب في الانتظار الفوري هو الذي يشكل الدوافع المحرضة للمؤمن لكي يسارع في توفير الشروط اللازمة لنصرة إمامه المهدي عجل الله تعالى فرجه، من خلال أعداد نفسه بالتهذيب والتربية اللازمة للتحلي بخصال أنصار الإمام المهدي، فضلاً عن الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الإلهية السارية في كل عصر على سائر علاقاته، سواء كان في أفعاله أو أقواله، حتى يكون متبعاً للحق فيكتسب الإرادة القوية والإخلاص الحقيقي الذي يؤهله لبناء نفسه وتكاملها، وللتشرف بتحمل طرف من مسؤوليات اليوم الموعود. فالفرد الذي يعلم بأن قائده معاصر معه، يراقب أعماله ويعرف أقواله ويأسف لسوء تصرفه، فهو مضافا إلى وجوب أعداد نفسه لليوم الموعود يجب أن يكون على مستوى من المسؤولية في حاضره أيضا، وفي كل أيام حياته يتقدم ويتطور ويتكامل ويكون محاسبا لنفسه ومقيما لسلوكه، حتى لا يكون عاصيا لقائده متمردا على تعاليمه. وهذا الإحساس نفسه يسرع بالفرد إلى النتيجة المطلوبة، وهو النجاح في التمحيص والإعداد لليوم الموعود. ويلحق بما تقدم من البعد العقائدي والبعد النفسي البعد العلمي. حرص ديننا الإسلامي أشد الحرص على تربية علمية، وحرص على بناء شخصية المسلم وسلوكه بناء علميا إسلاميا. ويؤكد الدين الإسلامي على المعرفة والعلم كقيمة أساسية في الحياة تجذب الإنسان إليها وتحمله المسؤولية الكاملة. والإسلام في طليعة الأديان التي تحث على العلم والتعلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه في بناء نفسه ومجتمعه إلا على أساس من الوعي العلمي القائم على الفهم والتعقل لحقائق الأمور. ومن ثم فقد جعل الإسلام التسلح بالعلم ضرورة فردية واجتماعية واجبة على الجميع، خاصة إننا نعيش في عصر مليء بالفتن والأفكار الضالة، ولا ينجو من ذلك إلا من كان يملك قواعد فكرية سليمة وبصيرة نافذة تنقذه من ظلمات الهوى، يميز فيها بين الحق والباطل. لذا ينبغي على المؤمن أن يبلغ المستوى الفكري المتكامل ويتسلح بسلاح العلم والمعرفة، فالعلم هو الأساس الذي يصل من خلاله المؤمن إلى فلسفة الغيبة وأسرارها. وختاما لما تقدم، البحث يطول والتفاصيل كثيرة في البحث، لكن نذكر خلاصة لما تقدم، أنه هناك إشارة، فقد أشار الأئمة عليهم السلام إلى التكاليف الأساسية الواجب على المؤمن القيام بها في عصر الانتظار، والتي لها دور في تكامله علميا وعمليا واجتماعيا، فضلا عن ذكر أجر من مات قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام وكان سائرا على نهجه. فقد جاء في رواية عن علي اليقطيني عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة، بعدما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله. فقال: ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه نفسه، وأكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا،
وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره، فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا، وأن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيدا. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. الشكر موصول للقائمين على هذا المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله.